سوبوتكا يهاجم مؤيدي فلسطين بعد اقتحام البرلمان النمساوي. شرطة فيينا تؤكد استمرار التهديدات الإرهابية بقية العام. غالبية الأوكرانيون في فيينا عاطلين عن العمل بسبب المساعدات. اكتشاف أجزاء من بقايا بشرية في قناة مائية بفيينا. وثلث حالات الزواج في النمسا تنتهي بالطلاق. وأخيراً أكثر من ربع اليافعين في النمسا يفكرون بالانتحار. مشاهدينا الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. أعرب رئيس البرلمان النمساوي فولفغانغ سوبوتكا عن انزعاجه بعد اقتحام مؤيدين للقضية الفلسطينية جلسة البرلمان أمس، معتبرا ذلك استهتارا بالمؤسسة الديمقراطية. وقام عدد من الناشطين الفلسطينيين واليهود خلال احتفال البرلمان بالذكرى السنوية لإعادة حقوق الإنسان برفع أعلام فلسطين، مرددين شعارات ضد المجزرة في غزة ومتهمين النمسا بالمشاركة فيها. وأكد سوبوتكا أن البرلمان سيناقش الحادثة، معتبرا الفاعلون داعمون لحماس، وأوضح أيضا بأن البرلمان سيبقى بيتا مفتوحا للجميع. أعرب رئيس شرطة ولاية فيينا جيهارد بريشتل عن قلقه إزاء استمرار التهديدات الإرهابية خلال العام الحالي نظرا للوضع الصعب في الشرق الأوسط. وأكد بريشتل على ضرورة مراقبة التظاهرات المؤيدة لفلسطين من الاستخبارات والشرطة السياسية، مشيرا إلى أهمية التوازن بين مكافحة الإرهاب وعدم التأثير السلبي على حياة المواطنين، محذرا من ازدياد التحريض على الكراهية خلال هذه التظاهرات، وأكد على التزام الشرطة في فيينا بمحاربة أي عنصرية ضد اليهود وتعزيز التعاون مع الجالية. كشف تقرير لمكتب العمل أن حوالي 7000 نازح أوكراني يعملون من أصل 30000 يعيشون في فيينا. وبيّن التقرير أن معظمهم غير مسجلين بسبب مخاوفهم من فقدان حقوق الرعاية الأولية، حيث يوجد حوالي 15180 شخص يعيشون ضمنها. ويبين أيضا التقرير أن نحو ثلثهم في سن العمل، ويعمل معظمهم بشكل رئيسي في الضيافة والتجارة، ورغم تأهيلهم الأكاديمي المرتفع إلا أنهم يشغلون وظائف دون مستوى تأهيلهم بسبب صعوبات تعديل الشهادات. اكتشف صياد سمك قدما بشرية في قناة مائية مارشل فيلد في فيينا الحي 21، حيث قام غواصون تابعون للشرطة بانتشال مزيد من أجزاء الجثة. وأشارت التحقيقات إلى أن الأجزاء المكتشفة تعود لرجل، وتجرى التحقيقات بوتيرة سريعة. وأفادت الشرطة أن عمليات البحث لم تكتمل بعد، ولم تكشف حتى الآن عن عدد الأجزاء البشرية المكتشفة، وأكدت أنها ستتحقق من التقارير حول الأشخاص المفقودين فيما تستمر التحقيقات، سواء كان ذلك نتيجة انتحار أو حادث أو جريمة عنف. كشفت بيانات موقع بتروجز تيست تصنيف معدلات الطلاق في النمسا أن ثلثي الزيجات تنتهي بالطلاق. وتصدرت مدينة مودلين في النمسا السفلى القائمة بأعلى معدلات الطلاق، تلاها شتاير ثم سانت بلتن، فيما تعد بولدنس وكوفشتاين
مناطق تحظى بفرص جيدة للزواج وبنسب طلاق متدنية. وأشارت البيانات أيضا إلى انخفاض معدل الطلاق عام 2022 مقارنة بالعام السابق، مما يظهر اتجاها إيجابيا نحو الزواج مجددا. أظهرت دراسة لفحص الرفاهية العقلية للأطفال والشباب في المدارس النمساوية أن 27% من المشاركين قد فكروا بالانتحار. وبيّنت دراسة أيام الصحة العقلية أن 54% لم يجدوا عروض مساعدة عبر الإنترنت حول مشكلات الانتحار، وقد شملت الدراسة 8000 طالب وطالبة. وأشارت إلى أن الأطفال يقضون 3.5 ساعات يوميا على هواتفهم، وأن 67% يشعرون بالكآبة، و60% أبلغوا عن مشكلات في التركيز مع ارتباط المزاج السيء بوسائل التواصل الاجتماعي. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، شكرا لحسن المتابعة، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.